من بعد عقد القران بين اي ثنائي كتجي مرحله العرس الاحتفاء بالمناسبه السعيده واللي كتميز بلادنا بطقوس احتفاليه متنوعه كتختزل تقاليدنا وحضارتنا المغربيه بكل مكوناتها. كما كتعتبر العرس محطه مهمه في حياه اي شخص واللي من الصعب تمحى من ذاكرته. لكن السؤال هو واش ولاد اليوم عندهم فكره العرس ولا كتبقى بالنسبه لهم مساله زايده ناقصه؟ على حسب يقدر ديري يقدر ما ديريش على حسب الامكانيات. يقدر بنادم اللي عنده يقدر يدير عاوتاني على حسب العائلات العائله بالاجواء وداك الشيء. ولكن ضروري من العرس بنادم خصو يفرح براسو انتي عارفه اللي كاين. ضروري من العرس بنادم كيبغي يحرف يفرح براسو كلشي كيتسنى ديك المناسبه ديال يدير العرس نبداو ديك الوقيته. ضروري من ديك الوقيته العرس متفقنا انا والمراه ما نديروش العرس حيت فيه خسران الفلوس وبنادم كيبقى غير يدوي يعني ما كاينش فيه شي فائده بالنسبه ليا ولا للمراه ديالي ولا للمستقبل ديالنا. يعني حتى هي ما كانش عندها مشكل وما كان لاش فكرنا باننا نخسروا واحد 2 مليون ولا 3 مليون وما غنربحوا حتى شي حاجه. غنربحوا الصداع. البرقوق كان مسوس، الجوخ كان عيان، السربه هي مسربه ولاش مزيان. صافي ندير انا وياها في الراس حسن نمشيو نسافروا ونمشيو شي بلاصه انا وياها احسن لينا من يشوفنا بنادم حنا فرحانين. علاش ما زعما الشيء اللي ديال الفكره ديالي هو ماشي مشكل باش ندير العرس، ولكن هو اشهار الزواج واجب. يعني خاص العائله ديالها هي تحضر، العائله ديالي بالاضافه للجيران وداك الشيء يعرفوا بانه كاين واحد الزواج. كوم سا ما تبقاش شي حاجه اللي مخبيه غيولي هما عارفينها بانها راهي زوجتي وانا هو وعائلتها عارفيني بانني زوجها. هذا هو الهدف من العرس. الوغ اون فيت بور موا ان فيت بيرسونيلمون العرس كيكو شوز دوكسيليا ثانوي. الوغ العرس او ليو ان فيت دو غاسبيي دو لارجون في العرس جو بريفير غاسبيي دو لارجون انفيستير في الفلافي ديالي دو فاسون جينيرال. يعني نشري اون ابارت و بوركوا با ان فيت ديفلوبي الكوتي بيرسونيل ديالي انا و ما فام او ليو دو فير ان عرس بور دي جون ان فيت لي بار لا سويت غايقولو دي شوز نيجاتيف على الحياه. و بوركوا با اون بتيت فيت جو دي بيان اون بتيت فيت mais de gaspiller de l'argent en fait parce que là on entend des fêtes qui comptent 6 millions, 20 millions, 40 millions. Là j'en vois en fait que c'est archaïque comme idée en fait. عندي انا بحال على حساب المراه وعلى حساب الماديات. هذه فين عندي المشكل. لا بغات المراه ما نديرش العرس ما غنديرش العرس. ولا كانت عندي الماديات بزاف ندير عرس في لوطيل في حياه ريجينسي با دو بروبليم. الله يفرح براسه ضروري خاص من الانسان يفرح براسه. كتبقى الذكريات واخا دوز 20 عام غتفكر هذيك النهار. واللي ما عندوش الفلوس ماشي مشكل. وكيبقى العرس اشهار الزواج واعلان عليه، لكن ماشي كلشي كتسمح ليه امكانياته الماديه في انه يقوم به ويجمع الحباب والصحاب فيه. وبيني وبينكم فاهم حاجه في الزواج هي المحبه والتفاهم، اما العرس فكيبقى بمثابه الملحه فوق الطعام.